تتواصل الغارات الجوية العنيفة على جنوب إدلب وغرب حلب منذ ساعات متأخرة من الليل، تسببت بقتل عشرات المدنيين وتدمير البنى التحتية لأحياء مهمولة بالسكان. ونفذت الطائرات الحربية الروسية حوالي 25 غارة جوية استهدفت ريف إدلب الجنوبي وقتلت مدنيين اثنين وأصابت 4 آخرين، إضافة إلى غارة أخرى استهدفت أحياء سكنية في مدينة معرة النعمان وبلدة بسيدة شرقي إدلب، ما تسبب بمقتل 9 آخرين بحسب مصادر ميدانية. دعا وزير الخارجية التركي مولود تشاويج أوغلو روسيا إلى الالتزام بتعهداتها حيال وقف إطلاق النار في إدلب شمال غرب سوريا باعتبارها الطرف الضامن لنظام الأسد. جاء ذلك في كلمة له خلال جلسة أقيمت حول الوضع الجيوسياسي للشرق الأوسط وإفريقيا على هامش الاجتماع السنوي 50 للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس. وأشدد تشاويج أوغلو على أن الوضع في إدلب لا يزال خطيرا وأنه لا يمكن قبول الهجمات التي يشنها النظام على المدنيين بطريقة عشوائية في هذه المنطقة.